السؤال الثاني الأساتذة. الأساتذة أستاذ السيد وأستاذ محمد. السؤال اللي جاي سؤال عائلي وربنا سهل ما يعمل لناش مشاكل. فريق الإعداد ماليش دعوة. لا ده كده عايزين يعملوا مشكلة كبيرة. بتبص لها ليه؟ انت لسه ما عرفتش السؤال. انت لسه ما عرفتش. بصوا بقى انتوا الاثنين. حضرتك هتكتب هنا. ايوه. مش هتبص ورا. وحضرتك هتكتب هنا ومش هتبص ورا. انا عايز الإجابة هنا. الإجابة هنا. بالظبط كده. اتفقنا؟ خلاص ماشي. السؤال الثاني. آخر مرة قلت لمراتك بحبك كان سنة كام؟ لا تكتب. آخر مرة قلت لمراتك بحبك كان سنة كام؟ أيوة. خدت الإجابة والآن. أيوة فعلا تقلق. أنا كتبت أصلا التاريخ غلط. أنت كتبت التاريخ غلط؟ أيوة. أنا ماليش دعوة. مش أنا اللي كتبت. مدام أسماء آخر مرة 2024. بص السعادة. 2024. الإجابة بتاعتي مضحكة ما تقولهاش. مدام حنان أنا قلقان ماليش دعوة. هو مش كتب تاريخ أكيد. لا كتب تاريخ. تاريخ إمتى؟ لازم الإجابة تبقى واحدة وما ينفعش يبص لك. إجابتك لسه من شوية. أهو 2024. هو كتب امبارح وبعدين كتب 2023. من اللي فقال 24؟ قد الزمن. امبارح يبقى 24. امبارح الإجابة الأولى امبارح. ومدام حنان قالت النهاردة لازم الإجابة تبقى بالظبط مظبوط. للأسف الشديد أنا خدت منك إجابة غلط. دي مش غلطتي. هنا في إجابة خاطئة وهنا في إجابة صحيحة. تمام. هدف بلا مقابل. هارد لك. اتفضل. أظن أنقذك. لا هو كل يوم الصراحة بيقول والله. أوه. ده زوج مثالي الحقيقة. اتفضلوا.